علي الخامنئي يتمكن أن يدعي الغيرة؟ من يهجم على النساء المؤمنات العلويات المحجبات بالكامل وينزع غصبا حجابهن ونقابهن، هل هذا يتمكن أن يدعي الغيرة؟ كلا، الخامنئي عديم الغيرة بل ضد الغيرة. الخامنئي حسب المثل المعروف ذئب في لبوس الشاة. الخامنئي ظاهره شكل وباطنه شكل آخر. كلاب الخامنئي كبلوا أيدي بعض النساء المؤمنات العلويات المحجبات أمام الناس. كلاب الخامنئي في السجن الساحلي الرهيب في التحقيق مع النساء المؤمنات العلويات المحجبات بالكامل. هناك المحقق كان رجل، بعض الأوقات المحقق كان رجل ومعه امرأة، أما بعض الأوقات المحقق رجل واحد. يعني الخامنئي ضد الغيرة، الخامنئي ملحد ناصبي وحشي ضد الغيرة، لا يعترف بكرامة الإمام الهادي عليه السلام، ولا يعترف بكرامة السيدة المعصومة عليها السلام، ولا يقيم لحجاب النساء وزنا، ولا يقيم للعلويات وزنا. الخامنئي مجرم غريب إخواني. شوفوا عندما ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها.